مساء الورد عليك واهلا وسهلا بك، مساء النور، اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله نورتنا اكيد في برنامج ميكس وفي راديو وعد كله لاول مره يعني في استديوهات راديو وعد. النور نوركم ان شاء الله. طيب خلونا نبدا هيك معك في الحوار طول محمد، لان متشوقه اني ندرس معك على الهواء. طيب اول شيء ان احنا نبغى نعرف يعني شو ممكن نقوله للناس عليك اللي تتفرج عليك او تسمع فيك، نبغى نعرف محمد العلواني بصفه عامه، يعني يا ريت تحكي لنا عن نفسك شويه هيك باختصار. مصور. باختصار مصور. طيب تمام. طيب محمد العلواني طبعا انت معروف في الوسط الفني الليبي بمصور النجوم. اول شيء اللقب هذا يعني انت عاجبك او لا؟ والله شوف، كل واحد بيشوف من الناحية اللي يشوف أعمالي، قصدي في ناس هلبة تبع فيها، فهمتي؟ فالناس يعني كل واحد ذوق في اللي يقول لك مصور كذا مصور كذا يعني، بس الاسم هو أول مرة يمر علي صراحة يعني. لا هو أنت ممكن يمر عليك أول مرة بس تصدق إني أنا سمعته. ميبي ممكن. إيه لأن أنا حضرت لك حفلة فيما سبق يعني، ف كانت أكتر صور انتشرت من الحفلة صور ليك أنت، وسمعتها من هالبناس يعني إن يعني بجد المصور هذا متميز، إن هذا المصور مصور النجوم كذا، فأنا شهادة مني هذه بجد يعني أنا سمعتها يعني. شكرا، بارك الله فيك. العفو. طيب بما إنك سمعتها مني توا، يعجبك اللقب هذا أو لا؟ يعني والله أي لقب كده بيعجبني كذا، في يعني مدح لي أنا طبعا. تمام. طيب محمد يعني تشعر بنوع من الفخر لما حد يسميك مصور النجوم؟ والله بصراحة لا، يعني هيك تحس انك انت مدير شيء كويس في المجال اللي انت خاش فيه، ان عندك بصمة في اي مكان تمشي له؟ هو الحمد لله يعني في عندي كثير من الأعمال طبعا، ونحاول ديما ندير في بصمة في اي مكان يعني، سواء أصدقاء سواء أعمال سواء متنوع. لو تعرف مظبوط يعني، تعرف ان انا عندي اعمال متنوعه في كل مكان صح. يعني، سواء نجوم سواء طبيعه سواء اثار، سواء نحب يعني نطلع المظهر الليبي بطريقه يعني حلوه. يعني في ناس حتى لما نسافر برا، ناس هدرز مع ناس نوري لها في حاجات في ليبيا تنصدم يعني، يقول كيف ليبيا هيك يعني، شوف ليبيا يعني بطريقه ثانيه. ومن منبركم طبعا اعطي دعوه لجميع المصورين لما يبينوا ليبيا بطريقه احلى يعني، بطريقة فهمت كيف؟ أحلى صح. تمام. طيب من النجوم يعني أو الفنانين في الوسط الفني اللي تعاملت معاهم في جلسات تصوير وارتحت معاهم في الشغل وحبيت يعني الشغل معاهم؟ والله هو شوفي بصراحة يعني أكثر الأصدقاء هم أكثر الفنانين يعني نعرفهم كأصدقاء بعيدا عن الفن، و يعني نتصرف معهم بطريقة يعني عفوية، وأنا اللي نكلم فيهم يعني في جلسات، وفي شباب أصحاب يعني ما نتلاقوا يعني في أماكن يعني زي مهرجانات أو كذا، يطلبوا مني في تصوير الحق شيء، هو فخر لي أنا يعني إن شخص مثلا يكون معروف ومشهور يجي يطلب منك بعيدا عن الصداقة طبعا، فحاجة كويسة طبعا تعتبر لي يعني. تمام. طيب شغلك وعملك يقتصر فقط على التصوير الفوتوغرافي أم التصوير بصفة عامة؟ لا التصوير عندي الفيديو، وعندي طبعا الفيديو مؤخرا طبعا كان بتشجيع زميلتي طبعا ليلى تركي، وكنت طبعا لما كنت ثابت فقط، وكانت هي نقطة تحول يعني للفيديو، والحق الحمد لله ممكن شفت انت اعمال هي في الفيديو. هي الفكرة يعني ان حد ما يقعدش على شيء معين، ممكن يحاول في كذا مجال يعني، ما كانتش عندي رغبة اصلا اني نصور فيديو صراحة يعني. تمام. طيب تعرفنا عليك شوية من ناحية التصوير يعني من ناحية شخصية محمد شوية، بس توا حابة نعرف اني انا سمعتك كذا تفاصيل، حابة نعرف تفاصيل اكثر منك انت، ان حتصور ان شاء الله ممكن الاسبوع الجاي او اللي بعده فيديو كليب جديد للفنان مهند الوافي، وطبعا من كلمات والحان تقريبا وليد تاجوري، فيا ريت تعطينا تفاصيل شويه للفيديو كليب يعني حصريا على قناه وعد. طبعا الفيديو كليب هو صراحه هو غدوه يعني، بنقوم بالتنسيق يعني على البرنامج هذا. طبعا التصوير كان بيكون باشتراك انا وزميلتي ليلى تركي طبعا، التصوير حيكون في احد الكافيهات بيكون، وفي كذا كوادر يعني حناخدهم، هيكون يعني نهاية الموسم هيعرض الفيديو هذا لأخوي طبعا وصديقي وليد. تحياتنا ليه أكيد أكيد إن شاء الله ربي يحفظه، وأخوي مهند طبعا.
باختصار يعني هو هذا يعني. ما فيش حاجة تانية يعني. طيب قصة الفيديو كليب علشان تدور بالضبط؟ القصة تعتبر عن تعبر عن الخيانة بصفة عامة، وأن جوز أشخاص يعني يتفاجئوا أنهم يلقون نفس البنت يعني يكلموا فيها وحاجة زي هيك يعني، فهمتي؟ طبعا قلنا بإخراج الفيديو توحنيا نجهز طبعا الكوادر اللي بنصوره فيها، إن شاء الله نهاية الموسم إن شاء الله حيكون يطلع الفيديو هذا بعون الله. أكيد بما أن في تعاون بينك أنت والد تجوري، أنا متأكدة أنه حيكون حيطلع العمل شيء مميز. أكيد إن عندي ثقة في أخوي وليد واختيار الكلمات والألحان طبعا. بجد يعني موافقين إن شاء الله، ونشوفوا الفيديو كليب حصريا عندنا هنا في وعد، أو حتى صوت بس يعني إن شاء الله يكون حصريا الأسبوع الجاي بعد ما تصوروه، لأنه يعني ما يبش ينزل توا لأنه بعد التصوير يعني. فتمام طيب مكملين معاكم، إحنا أكيد مكملين مع المستمعين، مكملين معاك محمد، بس خلونا نطلع لفاصل قصير ونسمع أغنية ونرجع نتم حوارنا معك.